من 18 سنة تقريبا كنت عامل جسم كويس، كنت بتمرن، فكنت فرحان بجسمي قوي وفرحان بنفسي. ففي مره رحت الجيم لقيت واحد هناك عنده عضلات كبيره وانا كنت بحبه، يعني كنت متابع تمرينه، فرحت له كده وكل ثقه وبقول له: كابتن، هو انا جسمي ناقصه ايه؟ طبعا انا بقول له كده علشان يطبل لي، يقعد يقول لي: انت تمام، انت كويس، ويسقف لي وانا اتبسط وافرح بنفسي. بس للاسف لقيته فاجئني بيقول لي: انت ناقصك كل حاجه. ازاي؟ ازاي ناقصني كل حاجه؟ ده انا عندي عضلات، ده انا احسن من بقيه اصحابي اللي في المدرسه، هم مش بيلعبوا انا بلعب، انا جسمي فارق عنهم، فازاي تقول لي ان انا ناقصني كل حاجه؟ فطبعا انا اتصدمت، قلت له ماشي، ورحت مشيت كده لقيته بينده لي، قال لي: تعالى. رحت له، قال لي: على فكره كلنا ناقصنا كل حاجه، وهو ده السبب اللي كلنا موجودين في الجيم. انا لو راضي عن نفسي دلوقتي انا زماني مش هاجي. طب ما انا خلاص عملت اللي انا عايزه وانا راضي بنفسي. وانا لو كنت قلت لك انت تمام وانت كويس وسقفت لك، كان زمانك اتغريت وما كنتش اهتميت بتمرينك اكتر. ايه رأيك في اللي هناك ده؟ واحد هناك ضخم جدا، قال لي: انا هنا عشان ابقى زيه، انا طموحي كده. وانت لازم يبقى طموحك اكبر، تحمد ربنا على كل مرحلة انت عديت بيها، وفي نفس الوقت ما ترضاش، احلم بالافضل، احلم تبقى احسن واحد في الدنيا، مش في الرياضة بس، في الرياضة وفي حياتك الاجتماعية، حتى في شغلك، حتى في مستواك الاجتماعي. لو معاك 128 احلم بفيرنا، جبت الفيرنا احلم بالبي ام. ما توقفش احلامك عند حد معين، وما تفتكرش انك وصلت، لانك عمرك ما هتوصل. السلام عليكم.